نصلحه، وهذا اللي ان شاء الله الثقه تتكون في الائتلاف وفي الحكومه والشعب يزيد يلتف، والوحده الوطنيه اللي عمري ما ريتها هالعباد اللي هي في الحكومة تتنظم باش تقول لك اعطيني شنو تحبني شنو نجم نعمل، حب نفرق اعانات. البارح حلينا مكاتب 274 مكتب، جيش يشرف عليه، نلموا في الاعانات ومن بعد باش نعاودوا نوزعوها، باش نعملوها في طرود ونعاودوا نوزعوها كشافة وهلال أحمر وعباد وتوانسة في حوم شعبية وغيره، وفي أرياف يحبوا يفرقوا، فما شؤون اجتماعية قاعدة تفرق، هذوما ما حكيتش عليهم بخلاف الإعانات الحوالات. يعني تونس مجندة